السلام عليكم حبوباتي، كنحس براسي بحال شي مقدمه برنامج ملي كنبدا المقدمه. البنات اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا كلكم البال هاني والسنه صافيه والصحه هي هذيك اهم حاجه، هي الصحه البنات. والله الواحد خطا صحتو شفاه. البنات اليوم عندي معاكم واحد النهار مشارجي في الكوزينه، انا بديت كنوجد مع شحال في الساعه دابا الوحده، يمكن الوحده فقنا مع الطليل. دابا الوحده عاد غنبدا نطيب. غنوجد اول حاجه اللي الحاجه اللي ساهله نحيدها ليا هي الشوربه اللي كتشوفوا دابا. غنوريكم داكشي بحال هكذا باش تاخذوا فكره على شنو غنديروا اليوم. الشوربه عندنا دجاج بالفطر، مشاتني بالعربيه، دجاج بالفطر او شامبينيون سوتي كيف ما كتشوفوا. وعندنا ثاني واحد الحلوه تركيه بالتفاح اللي عاوتاني كتشوفوها هنا بالتفاح، كتجي غزاله البنات وسهله سهله 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 ما نعاودش لكم، ولذيذه كتذوب في الفم. وصافي البنات نبداو مع بعضياتنا ان شاء الله وما نضيعوش الوقت، لا تجيني العكزه تجيني العكزه ونمشي نجلس. البنات غادي نديروا الشوربه ديال الياغورت اللي كنت وريتها لكم شحال مره في شحال من فيديو الصراحه، لكن بالنسبه للبنات اللي يلا انضموا لنا جديد بغيت نوريها ليهم اللي يكونوا ما شافوش الفيديوهات الاولى. ناخذوا كاس صغير ديال الغوز. شوربه الياغورت كتجي غزاله ومفيده بزاف بزاف بزاف. كاس انا غنستعمل هذا الكاس، هذا كاس صغير ديال الروز، اصغر كاس عندكم ديال الروز هو اللي تستعملوه. نغسلو هوبا. خليه يغلى نسمع ليش يبان لكم. نزيدو على القدر هذا يعني نعمرو الربع ولا النص ديال الطنجره تقريبا. صافي نخليوها البنات يتسلق. الناس ما بين ما الروز كيتسلق ليا غادي ندير لسان الطير، نسيت ما قلتو لكم لسان الطير كيبان مزيان. ها لسان الطير بحال اللي كنديروا الروز نفس الطريقه ديالو، كيجي زوين زوين زوين. دير شويه ديال الزبده البلديه وغنذوب فيها شي شويه ديال مطيشه ديال الحك، صلصه الطماطم، خلينا الروز كناخذوا الياغورت، الياغورت طبيعي بدون سكر البنات كيف ما كتشوفوا. نتوما في المغرب ولا في الجزائر يمكن كاين غير ياغورت صغير، بالحساب 6 ديال الياغورت صغير، 6 ديال الحبات، 6 ديال هذا كوز صغار ديال الياغورت. يلا يلا عندنا الياغورت، عندنا بيضه وحده، عندنا معلقه كبيره ديال الطحين. لما حركنا البنات الياغورت مزيان غنقول لكم اهم نقطه، اهم نقطه في الشوربه ديال الياغورت هي خاصكم ضروري تسخنوا هذا الياغورت. الا ما سخنتوش حطيتوه ديريكتومون هنايا الياغورت غادي يتهرس، غيجي طروفه قطع قطع يعني فهمتوني كيفاش بغيت نقول لكم. اذا خاصكم تسخنوه بشويه بشويه، تدفيوه بحال هكذا، تاخذوا من الماء ديال الشوربه وتدفيوه مع التحريك، تحركوا بسرعه باش ما يتهرش الياغورت. لا جاتو سخونين كيتهرس.
بحال هكا، خاص الياغورت يكون دافي باش يتحمل الدرجه ديال الحراره ديال هاد ديال الطنجره، ولكن كليكم غادي يتهرس لينا. كنضيفوا البنات هاد الياغورت ديالنا بشويه بشويه مع التحريك بسرعه. كيف ما شفتوا الياغورت ما تهرش لينا، علاش كنزيدوا الطحين؟ غتقول لي علاش صار الطحين؟ الطحين كيخلي الشوربه عندها واحد القوام اللي هو ثقيل عاقل، الا ما درناش الطحين كتجي الشوربه الما يدي الما. صافي البنات نخليوها حتى تغلى من بعد نحضروا الصوص. الصوص ديالها ضروري، ما يمكنش شوربه الياغورت بدون صلصه، لا صوص صلصه ما جاتش معاها. الشوربه ديالنا غلات، دابا غنديروا الصوص، شويه ديال الزبده. قدرت لكم زبده كثيره لكن هذا هو القدر اللي كيدار فيها، القدر اللي كيديروا بنات على الزبده بلديه ماشي زبده مارغرين من الاحسن. وعندنا النعناع المجفف، هنا مجفف كتلقاه في السوبر مارشي كيكون موجود ولا عند العطار. كيجي المذاق ديالها هائل هائل بزاف، كتجي جديدة. كنضيفو لها دابا هاد الصوص هادي، الملح حتى الاخر البنات حتى كطيب وتسالي، لانه الملح والياغورت ما كيتفاهموش، كيتهرس الياغورت. والشوربه ديالنا جاهزه، جربوها البنات وردوا عليا الخبر، كتجي غزاله غزاله. سالينا البنات الشوربه، سالينا هذا اللسان الطير، دابا غندوزو اش نوريكم لتحضير الدجاج. لا نطلب لكم ما ديوش في داكشي اللي لهيه غنضرنيكم. عندنا ملات صدر ديال الدجاج مقطع اطراف، فلفله خضراء، فلفله حمراء، شامبينيون او الفطر. اختاريت هذه المره هاد الصغار هادو، ما عارفين كيكونوا كبار لكن بغيت الصغار على قبل هاد الاكله هادي. وعندنا بصله، البهارات دابا نوريهم لكم.
ونبداو دابا البنات في تحضير الحلوه ديال التفاح. نوريكم اول حاجه الحشوه ديال التفاح اللي غنحتاجو فيها. هذا باش نقول لكم يعني العجين شنو غنديروا فيه. عندنا ثلاثه ديال التفاحات كبار محكوكين كما كتشوفوا، نحكوهم في الحكاكه الغليظه. ثلاثه ديال التفاحات، كاس صغير ديال السنيده، اصغر كاس عندكم ديال السنيده هو اللي تستعملوا. عندنا معلقه كبيره ديال القرفه. والعجين غنحتاجو 250 غرام ديال الزبده اللي تكون في حراره المطبخ. انا عندي دابت ماشي غير حراره المطبخ. عندنا كاس ديال، عندي فنجان، انا اختاريت الفنجان، فنجان ديال السكر الكلاصي او السكر بودره، انا اختاريت هذا القدر هذا. يعني شوفوا نتوما اي حاجه عندكم صغيره على قد هذا القدر هي اللي تعبروا بها. اصغر حاجه، اصغر ما يمكن. عندنا معلقه كبيره ديال الياغورت، معلقه كبيره. عندي فانيليا وخماره واحده. وعندي ثلاثه ديال كيسان كبار ديال الطحين، ما عرفتش بالضبط شحال غيحتاج، واش جوج كيسان ونص ولا ثلاثه. المهم انا غنقول لكم بالضبط شحال غادي نحتاج. اول حاجه غندوزو نديرو هذه الحشوه هذه باش نخليوها تبرد تماما، خاصها تكون بارده. هي اللي غنبداو بها هي الاولى. صافي البنات، وصلنا لاخر الفيديو. نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا، ماشي استمتعتوا، ان شاء الله تكونوا استفدتوا. الروينه اللي مورايا نعيش لكم الكوزينيكي ولات الحرب العالميه الله يدافع. نتمنى البنات تكونوا استفدتوا في هاد الوصفات هادو. كنحاول ما امكن نعطيكم وصفات اللي تكون سهله وبخاتيك وما كتاخذش الوقت بزاف ولا مجهود بزاف. يعني الوصفات اللي كنبغي نوريكم تركيا ماشي مغربيه، الاكل المغربي راه اكيد تكونوا عارفينه. كاين ما شاء الله قنوات كبار ديال الطبخ المغربي، فماكيناش حتى انا نجي نوريكم اجي تشوفوا هذه كي كنديروا لا اجي. نتوما راكم عرف مني ويعني عندكم تجربه اكثر مني. واش ثاني ثاني الطبخ المغربي كيقول لي ما كطيبش الطيب المغربي، وداكشي كان طيب مغربي ولكن ما جاش نوريه لكم لانه نتوما غتكونوا ديجا عارفين. علاش غنوريكم انا شي حاجه ما عارفينهاش؟ يا كاينه ولا لا؟ وكما قلت لكم راه كاين قنوات ما شاء الله متمكنين في الطبخ المغربي كيتفنوا فيه. فانا الوصفات اللي كنوريكم وصفات تركيه اللي كيطلبوا مني بزاف منكم في التعليقات، وصفات تركيه وطبخ تركي. ضربني صبعي وصفر البنات.
اكثريه هادشي كلشي ساهل، اكثريه هاد الحلوى هادي ساهله ماهله وكتجي لذيذه وغزاله. كنتمنى انكم تجربوا هادشي اللي وريتكم، واكثريه هاد الحلوى هادي تردوا عليا الاخبار وقولي كيفاش جاتكم، كدوب في الفم غزال. هذوك النونوس، هذوك النونوس حبيبي حبيبي. يلا روح روح يلا بسرعة دينار. واخا نعطيك ما قادرش يصبر على الحلوة، أنا غنعطيها لك دابا 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 تندم عليا، دابا 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 يجرالك نجرة ليا دابا تندم عليا. واخا حبيبي دابا غنعطيك دابا دابا دابا. يلا بنات صلوا لي فراسكم، هذا ما قادش يصبر على هاد الحلوة هادي، باغي يفترسها كتعجبو بزاف. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، نقول لكم باي باي.